مساء الفل. المنتخب أخيرا منتخب مصر هيتجمع وهيلعب ماتشين رسميين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة إن شاء الله. القايمة كالعادة مفيش قايمة بتتاخد لأي منتخب في العالم إلا هو بيثار عليها كثير من يسال عليها الكثير من الحبر، وطبعا الكلام الكتير بيتقال عليها. قايمة منتخب مصر أخيرا خلاص استقر عليها كابتن حسام البدري. خليني اقراها بس معاكم الاول عشان طبعا الحاجات دي ما مش محتاجه ذاكره. يعني فيها حارس المرمى فيها الشناوي وابو جبل ومحمد بسام، خط الظهر فيه محمد هاني، محمود علاء والونش وحجازي، علي كبر، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح ومحمد حمدي. خط الوسط احمد توفيق، لو اعتبرنا احمد توفيق يعني من اللعيبه بتاع خط الوسط، طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السوليه، احمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشه، رمضان صبحي، تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح لو اعتبرناه برضو واحد من لعيبه خط الوسط، والمهاجمين هم مصطفى محمد وكوكا وحسام حسن سموحه ومحمد شريف انبي واللي هو اللي راجع ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب هل دول يعني خلينا نتكلم في خط كده، هو حراسة المرمى في الشناوي وابو جبل ومحمد بسام. اعتقد يعني ان مفيش خلاف على الاسامي دي. في اسامي تانية موجودة في الدوري زي مهدي سليمان في بيراميدز، زي محمود جاد في امبي، لعيبة حراس كويسين، ولكن التلاتة دول حقيقة فارقين عن الكل بكتير. محمد الشناوي وابو جبل فارقين جدا مع فرقتهم حتى في افريقيا، محمد بسام مع طلائع الجيش ماشيين بشكل كويس جدا ووصلوا قبل نهائي دوري كاس مصر برضو بسببه هو. فما اعتقدش ان في مشكله عندنا في خط الظهر. خط الظهر نفس القصه، محمد هاني، محمود علاء، الونش، احمد حجازي، علي جبر، ايمن اشرف، ابو الفتوح، محمد حمدي. بص هو هتلاقي المشكله، بس عشان ما نطولش في الكلام، رايحه على سكه مين اللعيبه اللي ما اختارهاش حسام البدري وكانت المفروض تبقى موجوده، او مين اللاعب او اللاعبين اللي اختارهم وما كانش يبقوا موجودين. الكلام كله داير في سكة كهربا، ليه كهربا ما راحش؟ طبعا الموضوع كله بسبب او يعني يقال انه بسبب الازمة الاخرانية مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية. والاسم الثاني طبعا هو الاسم الابرز وهو احمد فتحي، اللي السبب بتاعه واضح وصريح، وهو خلاف على شارة الكابتن. واحمد فتحي طلع في لقاء مع مهيب عبد الهادي وقال ان هو عارف ان هو مش هيروح وانهم مش هيختاروه، واعتقد ان سبب عدم اختياره هو انه متشبث بشارة الكابتن، شارة قيادة منتخب مصر. وده طبعا شرف عظيم، لان الموضوع ما اعتقدش ان هو ليه علاقة بكبر السن. يعني لان الموضوع لو بالسن عبد الله السعيد راح ليه؟ يعني لو الموضوع ليه علاقة بالمشاركات وبتاع احمد فتحي بيلعب مع الاهلي، وضيف على كده انه واخد رمضان صبحي، ورمضان صبحي ما بيلعبش مع اي حد خالص. يعني رمضان صبحي ما لعبش من ساعة ما كان بيلعب مع المنتخب الاولمبي في مصر، البطولة بتاعت تحت 23. هو بص عموما يعني الساحة والقماشة في مصر مش كتير، ضيقة أوي، وعشان كده مش هتلاقي خلافات كتيرة. هو يا دوبك الاسمين اللي أنا اتكلمت عليهم دول هم الأبرز اللي عليهم كلام وما انضموش. طبعا بنفس القصة بتكرار، إن ليه ما خدش عبد الله جمعة، ونفس القصة. بس برضو حتى الزملكاوية نفسهم ما تلاقوهمش زعلانين أوي على عدم انضمامه، زي ما كانوا زعلانين في المرة الأولانية اللي ما انضمش فيها لقائمة منتخب مصر اللي كانت بتلعب كأس الأمم الأفريقية اللي خسرنا فيها هنا وخرجنا من جنوب أفريقيا. طيب التشكيل، مين رأيك يكون تشكيل منتخب مصر؟ أنا وجهة نظري إن الموضوع لازم يخرج تماما من فكرة وحساسيات أهلاوي وزملكاوي، لأن منتخب مصر هو مش ند للأندية، هو واحد، هو الأصل، الأندية الفروع، وكلمة مصر فوق الجميع دي لازم تكون موجودة قدام كل العيون. وعشان كده الاسامي اللي انا هقولها هحاول اختار الاسامي اللي تمثل منتخب مصر، وفي نفس الوقت بحاول بيها ساعد حسام البدري. طبعا انا ماليش دعوه هو هو اللي يختار وكل حاجه، بس انا بقول يعني لو مكانه، وحاول تجنبا انه يساعد الانديه كمان ان ما يتصابش فيها حد وهم بيلعبوا في دوري الابطال زي الاهلي والزمالك طبعا. طيب حراسه المرمى، اعتقد يعني الجميع مجمع على ان محمد الشناوي هو يكون حارس مرمى منتخب مصر. قلبين الدفاع فيهم واحد الكل مجمع عليه وهو احمد حجازي، وهتيجي المشكله في اللي جنب حجازي. شايف انهم كلهم تقريبا قريبين من بعض، ما فيهمش حد واو قوي. يمكن افضلهم الونش، افضل واحد فيهم في الفتره الاخرانيه، ويجي بعده ايمن اشرف،
ثم محمود علاء واحمد وعلي جبر، الاربعه في نفس الحته. فانا بالنسبه لي تجنبا لان يقال او حاجه ليها علاقه، طبعا الونش كان مصاب من فتره ويدوبك لسه راجع على ماتش الرجاء، فانا وجهه نظري يعني انه يلعب باحمد حجازي وعلي جبر، الاثنين فاهمين بعض كويس قوي، لعبوا مع بعض كتير، وكمان هيضطر انه او مش هيضطر، هيبقى بيريح اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك على قد ما يقدر، وبرده في نفس الوقت ما خسرش حاجه فنيا، لان زي ما بقول لكم الناس مش فارقه عن بعض قوي، احمد حجازي فارق ولكن اللي تحت كلهم قريبين من بعض، مفيش حد فيهم واو قوي. ناحيه اليمين ما اعتقدش ان في حد غير محمد هاني، يعني اذا كنا بنتكلم في احمد توفيق فانا شايف انه محمد هاني افضل بكتير، فمحمد هاني يبقى ناحيه اليمين. ناحيه الشمال مفيش غير محمد حمدي وايمن اشرف. انا رايي ان ايمن اشرف افضل، انا رايي ان ايمن افضل اشرف، ايمن اشرف افضل. وايمن يبقى هو اللي موجود. نص الملعب احنا بنلعب 4 2 3 1، ما اعرفش حسام بدر هيغير ولا، بس اعتقد ان هي طريقه لعبه. يعني الاثنين اللي في النص اعتقد يعني ان محمد النني حاجز مكان اساسي بعد الاداء اللي شفناه منه مع ارسنال في البريمير ليج السنه دي، بعد اداءه المميز مع ارسنال في ماتش اليونايتد، اعتقد ان محمد النني حاجز مكانه بشكل اساسي في منتخب مصر. مين اللي جنبه بقى؟ بعيدا عن القناعات الشخصيه وحب وكره، ولكن اللي جنبه واحد من اثنين ما لهمش تالت، يا طارق حامد يا عمرو السوليه. هنا بيختلف على اساس انت عاوز بقى من النني ايه؟ انت عاوز من النني يتحرك ويطلع ويعمل الباصات بتاعته، ولا عايزه يفضل ثابت مكانه وما يتحركش والكلام ده كله؟ ولهذا انا شفت ان ثنائيه طارق حامد والنني ما كنتش شايفها مميزه اطلاقا، ما كنتش شايف فيها حاجه مبهره قوي، ما اعرفش يمكن بسبب طريقه لعب كوبر واجيري، بس انا شايف ان اللي يلعب جنب محمد النني في ماتش مش صعب توجو، مش الفرقه اللي تخضنا، يعني شايف انه اللي يلعب جنب عمرو السوليه. الثلاثه اللي قدام اعتقد ان مركز 10 هيبقى فيه منافسه بين عبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشه، ولكن نظرا لان المدير الفني هو حسام البدري فانسوا اي حد يتقارن بعبد الله السعيد، عبد الله السعيد هو اللي يلعب في مركز 10. الوينجين عندنا ما فيهمش اي نوع من انواع المناقشه، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، وراس الحرب اكيد يكون مصطفى محمد، في بينافسه في الحته دي كوكا، ولكن انا شايف ان مصطفى محمد فت مركز فايق وبقى بصراحه الواد كويس، فاعتقد انه مصطفى محمد يبقى هو المهاجم الاساسي لمنتخب مصر في الحته دي. يمكن الخلافات تكون مش يعني ممكن يعني في بعض المراكز يكون فيها تغيير، زي قلب الدفاع لو ما كانش علي جبر يبقى الونش او محمود علاء، ناحية الشمال لو ما كانش أيمن أشرف يبقى محمد حمدي، في نص الملعب لو ما كانش السولية يبقى طارق حامد، الباقي كله أماكن أعتقد إنها شبه محسوبة. ده وجهة نظري في تشكيل منتخب مصر اللي يلعب بيه مباراتي توجو اللي مهمين جدا ولازم نطلع إن شاء الله فيهم على الأقل بأربع نقط، وأخيرا نشوف محمد صلاح في منتخب مصر. تعالوا بقى نتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي شارة الكابتنة في منتخب مصر. ايه رايكم في قصه شاره الكابتنه في منتخب مصر؟ هخليها في فيديو لوحده، خلينا نتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني نخليه بكره قبل الماتش عشان نبقى حتى ايه اوير كده بالدنيا ماشيه ازاي. يلا سلام.